اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. ما زلنا مع سيدنا موسى الكليم في دعائه في القرآن الكريم. نقتبس، نلتمس، نهتدي، نقتدي حتى تصاحب أنفاسنا أنفاس هؤلاء السادة الكرام الأنبياء والمرسلين. عسى الله عز وجل أن نقلدهم فيستجيب الله عز وجل لنا كما استجاب لهم في دعائهم. النهاردة الدعاء غالبنا حفظه، معظم الناس حافظينه، دعاء جميل وسلس وعباراته قصيرة، ونطلبه في كل وقت. اللي عنده ضيق يقوله، اللي عنده هم يقوله، اللي عنده كآبة يقوله، اللي عنده ثقة المسؤولية يقوله. الدعاء قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى بيعلمنا هنا في حالة الضيق المسؤولية الكبيرة، أنت بأخيك، بمعنى أنت تحتاج من يساعدك في مهمتك. يعني لو أنت في مهمة كبيرة، لو أنت في مسؤولية، صاحب منصب وتحتاج من يساعدك، حتى لو أنت في محل، تحتاج محل عمل، تحتاج من يساعدك من الأجراء الأجير العمال، فتحتاج للمسؤولية للقيام بالواجب على أكمل وجه، تحتاج من يساعدك، بس مع المساعدة بتحتاج الدعاء. يبقى بناخد بالأسباب نأتي بمن يساعدنا، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الله عز وجل بهذه الأدعية المباركة. رب اشرح لي صدري. الصدر لما يكون ضيق يشرحه الله عز وجل، يعني ايه؟ يوسعه. رب اشرح لي صدري، وبعدين ويسر لي أمري. كل أمر عسير يا ربي يسره لي، يا ربي اجعله سهلا لي، واحلل عقدة من لساني. سيدنا موسى في الكلام لم يكن مثل سيدنا هارون ليكلم الناس يدعوهم، نحتاج المفوه الذي المقنع. سيدنا هارون كان كده، واحلل عقدة من لساني. إذا كنت في مكان ولا تستطيع التعبير عن حاجتك قضيتك وتريد أن تشرح للناس وحسيت بالإعياء أو عدم التعبير الجيد، قول الدعاء ده، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وانت داخل الامتحان، لو امتحان شفوي، قول كده، واحلل عقدة من لساني. وانت داخل قدام القضاء عشان تدافع عن نفسك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد كده، واجعل لي وزيرا من أهلي، مساعد ومعين. هارون أخي، أخو سيدنا موسى على طول، أشدد به أزري، يعني أقو به ظهري، يكون معتمدي ومستندي، وأشركه في أمري، يكون لي شريك في كل أمر من أمور حياتي، في القيام بالأعباء المسؤولية، وأشركه في أمري. ليه كل ده؟ حتى تفرغنا لطاعتك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللي ناخده من الدعاء اللي لينا كلنا بتاع سيدنا موسى اللي علمونا ده جاي عشان يعلمهولك. لو انت في أي موقف ضيق، قول رب اشرح لي صدري، أمر عسير ويسر لي أمري، مش عارف تتكلم ولا تعبر ولا تقنع اللي قدامك بحاجتك في أي مصلحة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خد مساعد ليك يساعدك، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري
وأشركه في أمري، بس كل ده للعبادة وإخلاص العبودية لله، للذكر، التسبيح، التهليل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا.